أهلا وسهلا فيكم أحبابنا ومتابعينا الأكارم. بهالفيديو رح نحكي عن أكبر 5 شركات بالعالم من ناحية عدد الموظفين. طبعا قوة الشركة وإمكانياتها تعتمد على عدة معايير مثل رأس مال الشركة وسعر السهم وعدد الفروع وعدد الموظفين وإلى آخره. اليوم رح نحكي عن ترتيب هاي الشركات من ناحية عدد الموظفين، وبفيديوهات قادمة رح نحكي عن باقي المعايير. قبل ما نبلش بموضوعنا بتمنى تدعمونا بزر اللايك والاشتراك مشان نقدر نستمر ونقدم محتوى مفيد لكل المتابعين العرب. خلونا نبلش. بالمرتبة الأولى عنا سلسلة متاجر وول مارت الأمريكية، وهي أكبر سلسلة متاجر تجزئة بالعالم، وعدد موظفيها بيتجاوز 2.2 مليون موظف. تأسست هاي الشركة عام 1962، وحالياً لها فروع ب 27 دولة تحت 56 اسم مختلف، والشركة بأكملها مملوكة من قبل عائلة والتون. بالمرتبة الثانية عنا شركة اسمها China National Petroleum، وهي واحدة من أكبر شركات النفط بالعالم. مقر الشركة موجود بمدينة بيجين الصينية، وعدد موظفيها بيتجاوز 1.6 مليون شخص، ولها فروع بأكثر من 30 دولة. طبعا مو غريب أبدا إنه شركة صينية تكون على رأس هالقائمة، وهلا بعد شوي رح تتفاجأوا كمان مثل ما تفاجأت أنا. بالمرتبة الثالثة عنا عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، وهي شركة أمريكية مقرها مدينة سياتل. أمازون هي أشهر منصة تجارية، وفيها عدد موظفين بيتجاوز 1.1 مليون شخص. طبعا إذا بدنا نحكي عن أمازون فرح نحتاج سلسلة كاملة من الفيديوهات. بالمرتبة الرابعة كمان مرة تانية عنا شركة صينية اسمها China Post Group، بعدد موظفين بيتجاوز 900 ألف شخص، تحديدا 927 ألف. هالشركة هي شركة بريد ومملوكة بشكل تام من قبل الحكومة الصينية، لذلك هي تعتبر البريد الرسمي بالصين. بالمرتبة الخامسة عنا شركة اسمها State Grid، كمان شركة صينية، بعدد موظفين كمان بيتجاوز 900 ألف موظف، أو تحديدا 904 ألف موظف. هالشركة هي المزود الرئيسي للكهرباء بالصين، والملفت للنظر أنه هالشركة إلها إيد وإيد طايلة كمان بكل من البرتغال وإستراليا والبرازيل. وهيك بنكون حكينا عن أكبر 5 شركات بالعالم من ناحية عدد الموظفين. بتمنى يكون هالفيديو نال إعجابكم. خبرونا آرائكم بالتعليقات، ورجاءً ما تنسونا بزر الاشتراك واللايك.